وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فَتَعْمَلُونَ مَا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَغْفِرُكُمْ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في النار جهنم وقالوا ويقفوا رب الله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوا عنهم خير أم من أسس بنيانه شفاعة في نار فالنار بالله جهنم والله لا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم عزة ودمعا لا يخافوا والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم برهم طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم مما يدعونني إليه وإلا
سبع سنين دبا فما حسدت بلا زمر إلا عليها إلا ذكر ربي قد أدعيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وليتنا أنا بنت توفل مسلم وعدم للصالحين يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السماء ويسير بها ما يشاء ويقاتلون في الله وهو الجديد بها